استاذ محمد العدلي، اتفضل. عرف نفسك. حضرتك النهارده جاي في ميدان طلعت حرب. جاي. يعني ايه الهدف من الوقفه؟ احنا جايين اولا نقف كمصريين مع اخوه مصريين لينا في عزائهم، وقفه للشهداء مسيحيين ومسلمين بغض النظر عن الديانه، في وطن اسمه مصر ومواطنين اسمهم مصريين. وبالتالي احنا جينا عشان نقول ان احنا كلنا واحد، وان برغم يعني ان انا مش متخيل ان ممكن واحد مصري يضرب حد في الجيش، فانا مش متخيل كمان ان حد في الجيش ممكن يضرب واحد مصري. وبالتالي انا بشوف ان دي مؤامرة على بعضها حصلت، بس الجيش كان المفروض ان يكون اذكى من ذلك وما يتورطش توريطه زي دي. شايف الخروج من الازمة ازاي؟ خروج من الأزمة بالقانون. القانون على رقاب الجميع، مسلم ومسيحي وكبير وصغير، هو ده الحاجة الوحيدة اللي تخلينا نكمل. وعلى القانون يطبق، على القوانين اللي بتساعد على عدم التمايز تطبق، قوانين دور العبادة الموحدة تطبق، خلاص. وعايزين نعرف مين اللي حرق الكنائس اللي بقى لها 7 8 اشهر بتتحرق دي، ومحدش عارف. شكرا استاذ محمد، اشكرك.